مرحبا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث، وفي هذه الحلقة سنتابع التقدم الذي حققته المقاومة والجيش الوطني في مديرية مجزر بمأرب وأهمية استعادة براقش والصفراء. في خطوة ذات دلالات بالغة استعاد الجيش الوطني والمقاومة الشعبية منطقتي الصفراء وبراقش بين محافظتي مأرب والجوف. لا يتعلق الأمر باستعادة منطقة جغرافية كما جرت العادة مع معظم الانتصارات التي حققها الجيش والمقاومة على الميليشيا في الأوقات السابقة في هذه الجبهة الصفراء التي سيطرت عليها ميليشيا الحوثي في العام 2011، ومثلت نقطة انطلاق وعبور للميليشيا إلى المناطق المجاورة عادت مجددا للشرعية، وعودتها الآن إلى جغرافيا الدولة يشير بوضوح إلى أن زمن الميليشيا ينحسر فعلا وأن سلطتها شارفت على النهاية. براقش المدينة اليمنية الأقدم وإحدى حواضر دولتهم المغلة في التاريخ، اتخذتها الميليشيا خلال الفترة التي سيطرت عليها مركزا للتدريب ومقبرة لقتل حروبها في المناطق المجاورة. عادت أيضا ليبتعد عنها شبح التدمير الكلي بعد أن تعرضت لضربات جوية خلال الحرب، وبعودة هاتين المنطقتين تكون المقاومة قد حققت تقدما كبيرا على صعيد فك الحصار عن محافظة الجوف والتحام جبهات المقاومة في مأرب والجوف، وبموجبها تكون المقاومة قد أصبحت على مشارف صنعاء من الجهات الشمالية. تقدم المقاومة في الجوف ومأرب وأهمية استعادة المناطق التي سيطرت عليها المقاومة في مجزر ستكون محور نقاشنا هذا المساء. وقبل أن ننتقل إلى النقاش مع ضيوفنا، نكون مع هذا التقرير الذي يرصد أهم التطورات على جبهة مأرب والجوف، نتابع. عادت الصفراء إلى حضن الدولة والشرعية بعد 5 أعوام من بسط نفوذ الحوثيين عليها وجعلها منطلقا لعملياتهم إلى مناطق مختلفة منذ بداية حربهم على الجوف منتصف العام 2011، وحتى اليوم قبل استعادتها من قبل المقاومة والجيش الوطني. انطلقت المعركة والحمد لله، وتم في الساعات الأولى الحمد لله السيطرة على الأماكن التي خطط لها، وسيطرنا على بداية العقيب وانطلقنا إلى المحزمات ثم إلى براقش ثم إلى الصفراء. وباستعادة الصفراء وبراقش تنتهي العمليات العسكرية للجيش والمقاومة في الجبهة الشمالية لمحافظة مأرب، وتلتحم بجبهة الجيش والمقاومة في محافظة الجوف. تكمن الأهمية الاستراتيجية للصفراء باعتبارها حاضنة فكرية للحوثيين، وتعد ثاني منطقة سيطروا عليها بعد محافظة صعدة. وكانت الصفراء والمواقع المجاورة تمثل خط دفاع أول وخطوط إمداد الحوثيين وقوات المخلوع صالح القادمة من نهب بمحافظة صنعاء، كونها منطقة استراتيجية تتوسط محافظتي مأرب والجوف. انطلاقة العمليات العسكرية لهم للسيطرة منها على محافظة مأرب وكذلك محافظة الجوف، وكذلك انطلاقة منها إلى محافظة صعدة وعمران. وتمثل السيطرة على براقش والصفراء فتح الحصار المفروض على محافظة الجوف ليسهل عملية الانتقال عبر الخط الإسفلتي من وإلى الجوف والمحافظات الأخرى التي كان يمثل الانتقال إليها عبر الطرق الرئيسية صعوبة بالغة نتيجة انتشار ميليشيا الحوثي والمخلوع في مختلف تلك الطرق، خاصة أن الانتقال من وإلى الجوف خلال المرحلة الماضية كانت عبر طرق صحراوية غير معبدة. نجدد الترحيب بكم، ولمناقشة موضوع حلقة هذا المساء سيكون معنا كل من محافظ محافظة الجوف اللواء حسين العجي العواضي، والصحفي علي عويضة، وأيضا الخبير العسكري وليد الأثوري، فيما سيكون معنا من صنعاء الناطق باسم المقاومة هنالك عبد الله الشندقي. ونبدأ معك سيد علي، أهلا ومرحبا بك. سيد علي، خلال اليومين الماضيين حققت المقاومة والجيش الوطني تقدما مهما في الجوف ومأرب في الجوف، ما أهمية هذا التقدم؟
مساء الخير عليكم جميعا. نعم، تقدمت المقاومة الشعبية والجيش الوطني يوم أمس وسيطرت على أهم معاقل الحوثيين في محافظة الجو، بين محافظة مارب والجو، منطقة الصفراء ومدينة فراقش. أهمية استراتيجية لهذه المنطقة كونها تقع على الطريق الأسفلتي بين مطلق الجوف ومدينة الحزم مركز محافظة الجو، أيضا باعتبارها كانت موقع انطلاق عمليات الحوثي القتالية باتجاه محافظة مارب وأيضا باتجاه محافظة الجو. هذه المنطقة يعتبر سقوطها بمعنى سقوط آخر معاقل الحوثيين المهمة، وبقي لهم وكما وصل قبل قليل عن سيطرة المقاومة الشعبية على أجزاء كبيرة من مديرية الغيل، وبذلك يعتبر الحوثيون غادروا محافظة الجوف نهائيا، خاصة من الجهة الشمالية وحدود محافظة عمران ومحافظة صنعاء. الآن أصبحت الطريقة الأسفلتية معبدة أمام المقاومة الشعبية والجيش الوطني، أصبحت إمدادات تصل إلى مدينة الحزم مركز محافظة الجوف بسهولة، بعد أن كان الجيش الوطني يتكبد عناء كبير عبر الطريق الصحراوي الذي كان في محافظة المعارف والجوف. أما اليوم فأصبح الطريق مفتوحا أمام وأيضا أمام المواطنين الذين كانوا يعانون كثيرا من الوصول إلى مركز المحافظة عبر الطريق الصحراوي. نعم سيد علي، جغرافيا أين أصبحت قوات الجيش الوطني والمقاومة الآن؟ قبل قليل وصلت أنباء عن تقدم المقاومة الشعبية كما ذكرت في مديرية الغيل، وبقي لديهم مواقع قليلة للحوثيين لم يسيطروا عليها بعد، لكنها في طور السقوط خلال الساعات القادمة بحسب ما يرد بحسب الأخبار الواردة من هناك. هذا يعني ان مديريه الغيل او منطقه الغيل في محافظه الجو اصبحت تحت سيطره المقاومه الشعبيه. مديريه الغيل تعتبر اهم معاقل الحوثيين بالمحافظه وايضا في الجمهوريه بشكل عام، لانها كان الحوثيين يسيطرون عليها حتى ليس بمعنى السيطره الجغرافيه انما السيطره السكانيه، حيث يعتبر سكان هذه المنطقه من موالين او مناصرين الحوثي حتى من قبل 2011 وحتى من حروب التت. مدينة فراقش التي سيطر عليها الجيش الليبي يوم أمس كانت للدلالة تحوي مقبرة كبيرة لقتل الحوثيين. قتل الحوثيين طبعا لا يقبرهم الحوثيين في أي منطقة، فقط في المناطق التي يرون أنها معقل استراتيجي لهم طويل المدى، يعني لا يتخلوا عنها بسهولة. وسقوط هذه المدينة التي تضم مقبرة الحوثيين يعني أنهم تخلوا عن مدينة أشبه بمدينة صعدة التي يسيطرون عليها. يعتبر أنهم تخلوا عن مدينة كانوا يسيطرون عنها منذ 6 أو 5 سنوات من العام 2011. هذا يعني الكثير جدا سواء للمقاومة الشعبية من ناحية الانتصار، ويعني الكثير من الهزيمة للحوثيين. نعم. الذين سيد علي يبدو أنهم بصدد مغادرة جميع المناطق. عفوا على المقاطعة سيد علي، سنعود لهذا الموضوع لاحقا، ولكن اسمح لي لأن أشرك معنا في الحديث. الآن ينضم إلينا محافظ محافظة الجوف اللواء حسين العجي العواضي. مساء الخير سيادة اللواء. مساء الأنوار. أهلا بك سيادة اللواء. ما تأثير استعادة الصفراء وبراقش على سير معركة تحرير باقي مديرية الجوف؟ أولا مساء الخير لك وللمشاهدين ولضيفك الكريم. سمعت الآن في المقطع الأخير والأخ علي يتكلم، وأعتقد أنه أثرى الموضوع في شرح الجانب العسكري بالنسبة لهذه المعركة. ولكن هذا المكان يعني له الانتصارات لها أهمية نفسية ومعنوية واستراتيجية على مستوى الخصم وعلى مستوى القوات الشرعية. أولا بالنسبة للجانب الخصم، سمعنا كثيرا انه قال ان عبد الملك الحوثي كان يقول لبعض انصاره انه عندما تسقط الصفراء وبراقش والغير فهناك تسقط مران. فهذه المنطقه كانت ذات اهميه استراتيجيه واهميه يعني معنويه بالنسبه لهم، لانها كانت مرتكزهم في هذه المنطقه. وكما تعرفون انه استمرت في هذه المنطقه معارك طويله منذ عام 2009 من اجل ان يثبتوا وجودهم فيها. فانعكاساتها وتاثيرها على المعركه بشكل عام، انا اقول انه عندما تستكمل هذه المعركه في الغيل انه تصبح الجو بكل مديرياتها، وطبعا تستكمل العقبه انه تصبح الجو بكل مديريات صنعاء وعمران وصعده بمتناول قوات الشرعيه. كذلك الاهميه بالنسبه للشرعيه هذه الطريق بالنسبه للجانب العسكري هي كانت تشكل حاجز مهم بين الجبهتين التي كانت هي جبهه واحده، والمشاركه في مارب وفي الجوف كانت من كل ابناء هذه المناطق ومن كل ابناء اليمن.
لانها كانت تشكل عائد كبير. كذلك اهميتها بالنسبه للجانب الحيوي للمحافظه، يعني هذه هي الشريان الحيوي الذي تستمد المحافظه منها كل متطلبات الحياه، بما في ذلك الجوانب الطبيه، ايصال الجرحى والعلاجات وغيرها. فهذا تحول، انا بعتبر ان هذا التحول الذي حصل في هذه المعركه وهذا الانتصار يعتبر من التحولات الهامه في معركه الشرعيه منذ بدايه المعركة بعد أن سيطر الإنقلابيين على زمام الأمور بالسلطة في اليمن. سيادة اللواء، هنالك أخبار عن فتح جبهة في مديرية الغيل، ما صحة هذه الأنباء؟ ليس يعني أنا فكرت في مديرية الغيل، يعني مديرية الغيل هي الآن يعني لا يتسع لتطويرها. جبهة الغيل يعني الآن في سيطرة المقاومة منذ فترة بعيدة على أجزاء كبيرة من الغيل، وكان استكملت كثير من المناطق أثناء المعركة حق الصفراء وبراقش. الآن يتم استكمال المعركة رغم أن العدو يعني الآن يزج بكل ثقلة في هذه المعركة في الغيل من خلال الساقية الذي تمترسوا فيها وخزنوا فيها كثير من الإمكانيات العسكرية للأهمية لما ذكرنا من أهمية هذه المنطقة وهذه المواقع الصفراء وبراقش. فالآن هي بدأت معركة من القوات الشرعية على تصفية معادلهم في الغيل، وإن شاء الله أن تكلل بالانتصار ونحن على ثقة من الانتصار، وأن تطهر الغيل ثم تتلوها الساقية، وبذلك بإذن الله تعالى من الغيل ومن المصروب نصل إلى مشارف صنعاء ونلتحم بحدود صنعاء قبائل الأرحب. نعم سيادة اللواء، ما إذا عدنا إلى الحديث عن المناطق التي تم تحريرها، يقال أن الميليشيا تتمتع بقاعدة شعبية بهذه المناطق التي تم تحريرها والتي لا تزال تتواجد فيها بمحافظة الجوف، كيف ستتعاملون أنتم مع هذا الأمر وما مدى صحته؟ والله أعتقد أن هذه المعلومة معلومة غير دقيقة، ومن يقول ذلك فهو ادعاء وقراءة رواية غير دقيقة. يعني المناطق التي تسيطر عليها الشرعية كان أحد مقومات الانتصار من أبناء الجوف، أبناء هذه المديريات، أبناء مركز المحافظة بشكل عام، السكان بشكل عام وقفوا إلى جانب الشرعية إلا ما ندر من هذه المناطق. وهناك أسباب عديدة للوقوف هذا. أولا أنه هذه المحافظة يعني عانت أكثر من غيرها من الجرائم التي ارتكبتها هذه العصابات، لأنه الجوف المعركة فيها هي من 2009 ولم تكن من 2014، ولا تجدين بيتا أو أسرة في الجوف إلا ورها شهيدا أو جريح. نعم. كذلك أن هذه العصابات عندما يعني هيمنت على المحافظة مارست الجهل والإذلال والتدمير، وتدمير البيوت وتدمير المساجد، حتى بعض من كان على عيونهم غشاوة عن هذه المجموعات. نعم. ممارستها وسلوكياتها جعلتهم أن يتمنون اليوم الذي تعود فيه الشركة. فأستطيع أن أجزم أنه أغلبية أبناء الجوف مع الشرعية وليسوا مع هذه العصابات. وبهذه المناسبة أنه بعد التحرير لهذه المديريات، أنا من خلال قناتكم أوجه دعوة للجهات المسؤولة وللمنظمات الإنسانية الاهتمام بالجوف الإنساني. محافظة الجوف حقيقة معاناتها كبيرة، لأن محافظة الجوف منذ أن تحررت عاصمة محافظة الجوف لم نرى القوافل الإنسانية التي وصلت، مع أنه احنا نشكر هذه الجهات التي أوصلت هذه القوافل الإنسانية إلى كل عواصم المحافظات، لكن للأسف الشديد أنه احنا محافظة الجوف وعاصمة محافظة الجوف منذ حررت حتى الآن لم نرى أي قافلة إنسانية أو أي جهة قدمت دعم إنساني حقيقي، باستثناء يعني ما قدم مركز الملك سلمان قبل فترة 3000 سلة، وهم قد وعدونا ب 200,000 سلة والجانب الصحي وقيام البطانيات. فنتمنى أن يلتفت إلى هذا الجانب الإنساني المهم بالنسبة لمحافظة الجوف، ومحافظة الجوف فيها يعني مشكلة إنسانية قديمة من خلال هذه العصابات من 2009 ونازحين وتدمير. كذلك أنه محافظة الجوف نتيجة ممارسات النظام السابق هي محافظة يعني أبطرها النظام السابق، ويعني مسألة التكافل المعروف بين أبناء اليمن ومحافظة الجوف منهم. نعم نعم سيادة اللواء، وصلت الفكرة، اسمح لي. من يسأل الآخر؟
نعم سيادة اللواء، ابقى معنا لنعود إلى ضيفي علي. سيد علي، أنت كنت قد أحد الزائرين دخلوا إلى مدينة براقش وشاهدوا ما خلفته الميليشيا وراءها من دمار في هذه المدينة التاريخية، صف لنا المشهد. نعم، كان الحوثيين قد سيطروا على المدينة منذ وقت مبكر في العام 2011. المدينة تحولت إلى أشبه بالخراب، وانا من هنا اناشد سياده محافظ محمد الجو حسين العجل العواضي الذي يسمعنا الان معنا الان في على الهواء، ان يشكل لجنه للحفاظ على المدينه، حراسه المدينه حتى يتم فيما بعد حمايتها او استعاده ما تهدم منها. المدينه تعرضت لتخريب كبير، لتجريف كبير، حتى انهم بنوا داخل المدينه كما ذكرت مقبره كبيره لقتلاهم. ايضا هناك استخدمت المدينه كسكنه عسكريه وكمعسكر تدريبي. ما اثر عليها كثيرا، تعرضت المدينه للكثير من التخريب، سرقت الكثير من الاثار، وجدت امس الكثير من النقوش الاثريه طبعت عن اماكنها والكثير منها مرجوم وكانها لا تحمل اي دلاله مع اهميتها الكبيره التي كانت في عشر الاف السنين من التاريخ والتراث. بحقيقه شيء مؤسف ان تتعرض المدينه كهذه لهذا التجريب ولهذا التخريب من قبل هذه العصابات، لكن عملنا كبير في محافظة الجو بتشكيل لجنه وفي اسرع وقت للحفاظ على هذه المدينه حتى يتسنى الوقت فيما بعد ان شاء الله لاصلاحها. نعم، اذا سيد علي، ما تاثير هذا التقدم على جبهه صنعاء ومأرب؟ عسكريا قد يكون محافظ الجوف اكثر مني درايه، لكن اعتقد بان السيطره على مديريه الغيث سيفتح الطريق باتجاه محافظه عمران ومحافظه صنعاء من الجهه الشماليه باتجاه حرب سفيان وايضا باتجاه مديريه ارحب. اذا تم فتح هذا الطريق فسيكون لها الاثر الكبير في تقدم المقاومه الشعبيه نحو صنعاء وحصارها من عده مناطق. الان المحافظه المقاومه الشعبيه تقدم في جبهه نهم، واذا تم السيطره على حرب سفيان او التقدم باتجاه حرب سفيان باتجاه عمران سيكون له اثر كبير على السيطره على العاصمه صنعاء. نعم، اذا سيد علي شكرا جزيلا لك. سياده اللواء، نعود اليك وانقل لك السؤال، ما هو تاثير هذا التقدم على جبهتي صنعاء ومأرب؟ سبق واشرت في اجابتي السابقه انه يعني تحقيق او استكمال تطهير الغيل والمصلوب من هذه العصابات الانقلابيه، اننا في هذه الحاله سنصبح من جهه صنعاء ارحب على مشارف صنعاء، وارحب كما تعرفون انها من المعاقل الهامه المؤيده للشرعيه والتي خاضت فيها المقاومه معارك عديده. كذلك من جهه عمران سنكون ان شاء الله يعني في على مشارف عمران من جهه الباطنه حد سفيان، وهذا ليس له انعكاس على معركه صنعاء فحسب، وانما له انعكاسات كبيره على مستوى كل الجبهات في اليمن بما في ذلك جبهه تعز التي تنزف قلوبنا دما لما تعانيه تعز التي تذبحها هذه العصابات نتيجة لدورها مع الشرعية ودورها في مجارعة الإمامة ومجارعة النظام الوراثي الذي تدثر بلباس جمهوري نظام عفاش، لأن هذه عندما تصل إلى هذه المناطق ستضطر هذه القوى المتحالفة الانقلابية سواء عفاش والحوثيين أن يسحبوا ثقلهم من هذه المحافظات للدفاع عن معادلهم. هناك عامل آخر وهو عامل مهم، أنه يفرض على الطرفين المتحالفين أن يحصل هناك انشقاق حقيقي وواقع الأرض تفرض عليهم حقائق المعركة، لأننا نعرف جميعا أن علي صالح معركته النهائية هي صنعاء لأنها معقلة، عبد الملك الحوثي معقلة صادة، فعندما تأتي أنت من جبهة الجوف تجبر بحكم أنها محافظة الجوف منفتحة على اتجاه صنعاء، ممكن أن تخوض المعركة باتجاه صنعاء أو باتجاه عمران أو باتجاه صعدة، ستفرض على كل طرف منهم أن يسحب قواه ويتمركز في معقلة للدفاع عن نفسه، وهذا يخلق حالة افتراق بين هذه القوى. فمعركة الجوف هي معركة هامة جدا
وفي هذه المعركة بالذات، وسبق وأشرنا إليها، حتى أننا ذات مرة كتبت مجالا مطولا الطريق إلى صنع في صحيفة الشرق الأوسط عن أهمية الجوف في معركة الشرعية لاستئصال هذه العصابات الإنقلابية. نعم، إذن سيادة اللواء حسين العجي العواضي، شكرا جزيلا لك. والآن مشاهدينا الكرام ننتقل إلى ضيفنا من الرياض، المحلل العسكري والباحث في الشؤون الأمنية سيد وليد الأثوري. مرحبا بك سيد وليد. وخمسة أعوام من سيطرة الميليشيا على الصفراء، والآن تم استعادتها من قبل قوات الجيش والمقاومة، ما الدلالة التي قد يشير إليها تطور كهذا؟ طبعا تأتي، بسم الله الرحمن الرحيم. أولا دعني أقول لك بأن أهمية هذه المنطقة تأتي بناء على أهميتها لدى الطرف الآخر في إحكام سيطرته خلال الخمس سنوات الماضية، في التي تتحكم في أكثر من منطقة في وفقا لمسرح العمليات العسكرية الموجودة حاليا باتجاه صنعاء مارب الجو. وبالتالي تأتي هذه الأهمية بناء على تلك الأهمية في عملية تشبث باستماتة في الدقاء على هذه على هذا المنطقة تحديدا. يأتي الآن وفقا لمسرح العمليات العسكرية ما بين محافظة مارب والجوف وصنعاء بسعد استراتيجي هام، ستنتقل خطوات قادمة بناء على هذا البعد وبناء على هذه المنطقة التي تتحكم في عملية الانتشار العسكري في باتجاه صنعاء والضغط في انهيار الميليشيات بشكل أكبر على مستوى الجبهات المختلفة الموجودة في هذا الاتجاه. نعم، إذن سيد وليد من الناحية العسكرية، ما الذي يعني استعادة الجيش والمقاومة لهاتين المنطقتين؟ كما قلت لك بأن الاستعادة لهذه المنطقة تعتبر مركز أو تمحور جديد أو مركز لتمحور جديد لعمليات قتالية قادمة تتشكل ضغط كبير باتجاه العاصمة صنعاء وباتجاه معظم الجبهات المفتوحة في هذا المربع تحديدا. وهذا التمركز هو ما سيعمل اسناد قوي للجيش الوطني والمقاومه الشعبيه على المستوى القبلي ومستوى على مستوى كل الناس اللي عايشين في هذا المكان، او على مرور التعزيزات الخاصه في لميليشيات الحوثي. لقد انقطعت التعزيزات في هذه المنطقه، تتشكل ضغط كبير باتجاه عمران وهي المحافظه التي تتشكل بؤره من الداخل في منطقه ارحب وبقيه المناطق في خلق جبهات جديده ذات بعد مهم في تحرير العاصمه صنعاء. هذا البعد يتمحور في امكانيه سرعه الحسم في على مستوى التقدم السريع بالنسبه للجبهات القتاليه للجيش الوطني. سيكون هناك تعزيز من الداخل، سيخلق فضاء واسع او غطاء واسع للجيش الوطني في التحرك على مستوى اكثر من جبهه واكثر من منطقه على المستوى القبلي، حتى تساهم القبائل بشكل كبير في احداث هذا التقدم. نعم سيد وليد، تاتي هذه التطورات العسكريه في ظل الحديث عن تقدم على المسار السياسي، كيف برايك سيؤثر هذا التطور على موقف كلا الطرفين في المباحثات المرتقبه؟ التطور السياسي او التطور العسكري على اي حال هناك هدف استراتيجي مهم جدا وهو اعاده الشرعيه، وعلى الانقلابيين ان ينصاعوا لقرار مجلس الامن الدولي. هذا الانصياع سيتم عن طريق الحل العسكري او عن طريق الحل السياسي على اي حال، فقط التكلفه هي ستكون الفارق ما بين المحورين السياسي والعسكري. وعلى اي حال هم من يحددوا اختيار اذا كانوا سينصاعون للقرار العسكري ويسلمون الكثير من دماء اليمنيين والخضوع للشرعيه الدستوريه المعترف بها دوليا، ام سيساهمون في مزيد من ارهاق مزيدا من سفك الدماء بالنسبه لليمنيين على مستوى الجمهوريه اليمنيه وليس على مستوى جبهه معينه فقط. تمام، اذا سيد وليد الاثوري شكرا جزيلا لك. وننتقل الان الى ضيفنا من صنعاء الناطق باسم مقاومه صنعاء عبد الله الشندقي. مرحبا بك سيد عبد الله. وتوقفت جبهه نه مؤخرا، هل سيمثل تقدم المقاومه في براقش والصفراء دفعه لكم في معركه التحرير في منطقه نهم والمناطق الشرقيه للعاصمه؟ مرحبا الجمهور. طبعا ما حصل من تقدم ويعني تحرير كبير لمنطقه الصغراء وبراقش، هذا يعد انتصار كبير سيكون لهم اثر البالغ والبارز في جبهه صنعاء وايضا كثير من الجبهات، كون الموقع اولا انه اول موقع يعني تستطيع يعني الميليشيات الحوثي ان تسيطر عليه بعد سيطرتها على محافظه سعده في العام 2011. طبعا كان هذا الموقع ايضا يعد من اهم المواقع التي كانت يعني القوات الشرعيه في
مدينه صنعاء تحاول ان تدفع امداد الميليشيات الى هذا المكان، وبالفعل خلال الاسبوع الماضي تم التقدم من يعني ناحيه ضبوعه في مديريه نهد للقوات الشرعيه، واستطاعت ان تدفع الامداد على الموصل الى منطقه دراكش والصفراء. طبعا هذا المكان كان يعد مؤخره ومكان انطلاق ويعني مكان استراتيجي هام، السيطره عليه ستسهم في يعني كما ان القوات الشرعيه استطاعت ان تلتحم من محافظه الجوف ومحافظه مأرب وايضا في صنعاء، استطاعت ان تلتقي واصبح الخط الاسفلتي الخط العام الذي يعتبر خط دولي يعني سالك من الجوف الى مأرب الى صنعاء، سيؤثر هذا لا شك على معركه صنعاء. لكننا في معركة صنعاء نحن يعني مع التقدم الموجود والاستمرار في المعركة والاشتباكات المتواصلة التي لم تنقطع، التي كان حصيلتها استبداع بعض المناطق والدخول والسيطرة على بعض المناطق داخل مديريتنا، هذه السيطرة أو هذه الاشتباكات والمعارك التي تستمر كل يوم، إلا أننا نرى بعين على يعني القياده السياسيه ويعني مؤتمر المفاوضات الكويت التي اعلن الحوثيين والصالح بانهم يعني نعم سيد عبد الله. نعم سيد عبد الله مع نحن اختي الكريم نعم تسمعني. نعم مع تحرير براقش والصفراء اصبحت المقاومه على مشارف ارحب، هل سيكون لكم جبهه جديده هناك؟ طبعا قبل ان نضطر الى ان تكون لنا جبهه جديده داخل ارحب، ارحب ستكون من ضمن المديريات ال 16 المديريه التي هي لمحافظه صنعاء. نحن على ارضه الاستعداد للتحرك واستكمال ما تبقى من مديريه نهم التي هي نقيل بن غيلان والمناطق التي تليها والمناطق التي بعدها، ومن ثم الدخول الى منطقه بني حشيش ووصولا الى العاصمه صنعاء. طبعا يعني نحن بالله كلنا حاجه في بعض ان نفتح جبهات جديده، لكننا الان على اوضه الاستعداد لنرفض ونستمر قرار القياده السياسيه. القوات الشرعيه داخل نهم الممثله في الجيش الوطني والمقاومه الشعبيه هي انتظار القرار السياسي من رئاسه الدوله والحكومه بان توجه القوات الشرعيه في هذه المنطقه. نحن على اوضه الاستعداد ان نستلم صنعاء بتسليم الميليشيات وإذعانها القرار 2216 والتحرك بكل سلاح الشرعيه لسلم صنعاء، او يعني انقلبت الميليشيات كما هو عادتها وكما نعم. هو ملاحظ. شكرا على التصريحات لقياداتها. نحن جاهزون بان ندخل صنعاء بالقوه العسكريه والحسم العسكري. نعم نحن على ارضه الاستعداد لذلك. نعم إذا عبد الله الشندقي ناطق باسم مقاومة صنعاء، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام إلى هنا نصل إلى نهاية هذه الحلقة من زوايا الحدث، لا يسعني إلا أن أشكر ضيوفي. كان معي من الجوف اللواء حسين العواضي محافظ المحافظة، وكان معي أيضا علي عويضة وهو صحفي من الجوف، وكان معي من صنعاء عبد الله الشندقي الناطق باسم المقاومة وهي للمحلل السياسي وليد الأثوري، ولكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإصغاء، وهي لزميلي كمال حيدرة من الإعداد. شكرا جزيلا لكم وإلى اللقاء.